انا دكتوره سلمى، دكتوره صيدلانيه. دي قناتي بقدم لكم فيها معلومات مهمه ومفيده جدا، ما تنسوش تابعوني. عايزه استخدم حاجه تنظف بشرتي، في غسول وفي صابونه، بس انا مش عارف استخدم انهي فيهم. في الفيديو ده هنعرف الفرق بين الغسول وبين الصابونه، وهنعرف مميزات وعيوب كل واحد فيهم، وانتوا تقدروا تختاروا بقى المناسب ليكم على حسب الامكانيات بتاعتكم. اول حاجه الغسول. الغسول البي اتش بتاعته بتكون مناسبه للبشره، يعني هو لا بيكون حمضي قوي ولا بيكون قلوي قوي. ده القص الهيدروجيني اللي هو البي اتش بتاعته بتكون زي بتاعه البشره بالظبط. وكمان هو لما بيجي ينظف البشره بتاعتي بينظفها بطريقه كده يعني ايه بسيطه، بطريقه ما تاذيش البشره بتاعتي. يعني هو مجرد بس بيشيل الجلد الميت والاوساخ اللي موجوده على البشره بتاعتي، بس مش بيشيل الدهون بتاعه البشره نفسها. وعلى حسب نوع بشرتي بختار الغسول المناسب ليا. الغسول كمان بيكون في ازازة، بيكون مقفولة كده، فبالتالي هو مش بيكون معرض للتلوث بالبكتيريا. فالغسول كل مميزات بصراحة، المشكلة بتاعته بس ان بيكون سعره غالي شوية، مش مناسب لكل الناس. اما الصابون، الصابون بيكون قلوي، القص الهيدروجيني البي اتش بتاعه بيكون عالي، ممكن يوصل لتسعة او لحد عشرة كمان. وانا الجلد بتاعي اصلا البي اتش بتاعته والقص الهيدروجيني بتاعه بيكون 5.5. فالقلويه العاليه بتاعه الصابون دي ممكن تعمل ايه؟ ممكن تبوظ حاجز البشره، وكمان هي ممكن تسبب جفاف للبشره، عشان هي للاسف بتشيل الزيوت اللي البشره محتاجاها. تاني حاجه الصابونه بتكون مكشوفه، فهي معرضه اصلا للتلوث بالبكتيريا، عشان انا اصلا بسيبها في بيئه اللي هي الحمام مثلا، بتكون بيئه رطبه فيها بكتيريا كتير. فدي عيوب الصابونه. اما المميزات بتاعتها، هي بتكون رخيصة متناول كل الناس. فانا كده قلت لك الفرق بين الغسول والصابونة، وانت تقدر تختار تستخدم انهي فيهم. ما تنسوش تشوف الفيديو اللي فات، قلت لكم فيه اسماء الغسولات والصابون المناسبة لكل انواع البشرة. ما تنسوش بقى تعملوا لايك، تعملوا سبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. دمتم بخير وبصحة كويسة دايما.